من وحي اتفاق الرياض يواصل رئيس الوزراء معين عبد الملك نشاطه بنصف الحكومه المسموح لها بالتواجد في عدن مناقشه ملفات معقده هدفها بحسب ما هو معلن تقويم مسار الدوله المؤسسي بعيدا عن اي تاثيرات احدث هذه الانشطه تراسه اجتماعا مشتركا لقيادات العمل المالي والرقابي هدف الى تفعيل اداء المؤسسات الرقابيه للقيام بدورها في الرقابه على اموال الدوله وتعزيز مبدا المساءله والنزاهه ومكافحه الفساد بحسب بيان بثته النسخه الحكوميه من وكاله الانباء اليمنيه. رئيس الوزراء اكد ان بناء مؤسسات الدوله وتقويه قدراتها وتصويب اخطائها هو الضامن الوحيد لصون الوطن ومصالح ابنائه وان الحكومه ستتعامل بجديه وحزم مع من تثبت عليهم قضايا او شبهات فساد ولن تتهاون إطلاقا الاجتماع تدارس التنسيق المشترك بين الجهات التنفيذية والرقابية والسلطات القضائية للتعاطي بمسار سريع مع قضايا نهب الأموال العامة وإهدار المال العام وكذا الإجراءات الكفيلة بمعالجة الاختلالات المالية والإدارية والهيكلية التي يعاني منها الجهاز الضريبي والجمركي بالإضافة إلى مكافحة تهريب الجمركي في مختلف المنافذ والجبايات الخارجة على القانون الاجتماع بحث ايضا اليات ضبط وتحصيل وتنميه العوائد الضريبيه والجمركيه والزام الجهات المعنيه والسلطات المحليه بتوريدها الى حساب الحكومه وانهاء عمليه الهدر للمال العام والازدواجيه في التحصيل. يعني تحرك لا يروق لانصار المجلس الانتقالي الذين لا يريدون لرئيس الوزراء ان يتجاوز حدود دوره كرئيس حكومه تصريف اعمال وبالتحديد كمسؤول عن صرف المرتبات. في مدينة تديرها سلطة الامر الواقع الجديده وتسيطر عليها عسكريا وامنيا بشكل كامل قوات انشاها واشرف على تسليحها الشق الاماراتي من تحالف دعم الشرعيه المزعوم لكن ما يفعله رئيس الوزراء بنظر انصار الشرعيه تحرك في معزل عن التحديات التي تعترض وجود الدوله نفسها وعلى نحو يرسل معه اشارات تفيد بان الدوله تعمل بشكل جيد في عاصمتها المؤقته يأتي ذلك بنظر هؤلاء في وقت يواجه فيه نحو نصف وزراء الحكومة صعوبة في الالتحاق برئيسهم فيما لا تزال عودة رئيس الجمهورية معلقة بحل حالة قضية لواء الحرس الرئاسي الذي أجبر على توقف في شقرة تحت التهديد بمواجهة عسكرية مفتوحة على كل الاحتمالات